هاد الولد حنا ما تنتوقعوش منه هاد الشيء. جانا هاد الشيء على غفله، جا هاد الشيء نزل علينا كيصعق، ما عرفنا شنو كاين. كان الدري ممتاز وكيصلي يعني قبل العبادة ديالو مزيان مع الشباب كله صحابه، ما يعني ها الناس قال حنا الا بغيتو تاخذوا لكم المكالمات مع الناس الدري كلشي تصدموا على حقيقتاش ما مولفش هذا الشيء. هو الهواية ديالو الصيد، كيمشي يصيد هو يعني عزيز عليه يضحك الدريين. ربما المجرمين استغلوه، ربما دبروا ليه هاد الشيء، الله اعلم. حنا ما صبناش الطريق اللي غادي ندوزو لهنايا، ما لقيناش منين ندخلو، لان ضربتنا جاتنا الخبر كيستعيق نزلت على روسنا، ما عرفنا كيفاش. الاونه الاخرى واش ما لاحظتوش شي تغيير؟ حنا عمرنا البو المخزن جا في 3 ديال الليل وهرسوا البيبان ودخلوا، ما لقاو حتى حوجه والو. لان هاد الولد ما كاينش هادشي، شتي هادشي راه ما كاينش، انما هادشي ما عرفت كيفاش حتى تدبر هاد المشكل هذا. شحال هادي هو غادر على الدار؟ لا، نهار الخميس، الخميس الجمعة السبت الحد. الحد انا قال لي انا بغيت نمشي للخدمة، واني ما عرفت انا فين مشى. انا كنت مريض مسرح في فراشي، درتني في جاني الزكام ثم المعدة. ملي وقع هذا سميتو تفاجئنا وقالوا راه محمود بير هذا المشتبه من مراكش. ملي جاو هنايا دخلوا للدار في واحد الوقيتة من اللي ضربوا هاورونوا كل شيء هرسوا الدفوف. واني خدمتهم هذه ما عندنا ما نقولوا، جابوا ذاك اللي جابوا شي واحد جابوه ما عرفت منين، مشاو في حالتهم مرتو اللي كيطلعوا يهبطوا هذوك. حنا مازال ما قال لنا حد شيء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.